تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة اندلاع الانفجار المجهول التي شهدته مدينة الزرقاء الأردنية. ومنذ قليل نقلت قناة العربية عن شهود أعيان قولهم اندلاع حريق كبير في موقع الانفجار بمدينة الزرقاء الأردنية. وقالت شبكة سكاي نيوز ترجيحات أن يكون الانفجار وقع في أحد مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة في مدينة الزرقاء الأردنية. وأضافت الانفجار وقع خارج المواقع السكنية. وأنباء عن قتل 2 حتى الآن، ربنا يسترها ويسلمها على خير.